ميس، انا لو عندي two sentence وعايز اعمل between them link، يعني اخليهم حاجة واحدة، اخليهم complex sentence، يعني ايه؟ يعني بدل ما تبقى simple كده sentence اقول I love playing volleyball. طب يا ميس عايز اقول حاجة كمان، هما two sentence دول، بصي هنا بيقول ايه؟ I love playing volleyball, I love tennis. انا حاسة ان الاتنين دول كده similar ولا different؟ طالما يا ميس انا عندي two sentence دول، انا عايز اعمل between them link، اعمل ما بينهم link، اعمل ما بينهم join، هستخدم حاجة اسمها linking word أو يا ميس conjunction word. إيه conjunction دي؟ شبه المفاصل، هتربط لي two sentence مع إيه؟ مع بعض. وطالما يا ميس هما similar هستخدم and. وخلي بالك قبل يا ميس ما أحط and بحط هنا الكومة، يبقى I love playing volleyball and I love tennis. بس لازم قبل ما احط اللينكر ووردز ديت او اللينكينج سوري وورد دي، لازم before it a put a comma. تمام؟ في مشكله كده؟ طب لو عايزه يا ميس اعمل لسته حاجات like what fish chicken beans، ها دي لسته من different ايه؟ من different things، هربطهم بايه؟ ب and. بعمل لسته حاجات، بص هنا بقول ايه؟ fish chickens and beans are all healthy food. تمام؟ في مشكله كده؟ عرفنا الان. طيب دلوقتي بص يا ميس، لو عايزه اقول حاجه والابزيت بتاعها، يعني انا عايزه اعمل لينك بتوين سنتنس بوزيتيف وسنتنس ايه نيجاتيف، يعني حاجه وعكسها. بص هنا بيقول لي ايه؟ هي لايكس لام، هي لايكس وات؟ لام. هي دازنت لايك ايه؟ فيش. دي حاجه وعكسها، انا بحب اللام بس مش بحب الفيش. ينفع اقول اند؟ طالما يا ميس دول ابزنت، بعمل حاجه اسمها كونتراكت، يعني بعكس ما بين الاثنين، هستخدم يا ميس مين؟ بات. تمام؟ في مشكله كده؟ طيب لو عايزه يا ميس اوضح ريزلت، يعني ايه ريزلت؟ عايزه اقول ان انا هعمل حاجه دي فالنتيجه بتاعتها هتكون كذا. مش فاهم يا ميس، تعالوا كده نشوف هنا بيقول ايه. دعاء wants to keep her heart healthy. تمام؟ هي عايزه دي، عايزه تبقى هيلثي، فهي هتعمل ايه؟ she does exercise. انا عايزه يا ميس اوضح الايه؟ عايزه اوضح الريزلت، النتيجه، عشان كده هي هتبقى ايه؟ هتعمل يا ميس exercise. هستخدم and؟ لا. هستخدم but؟ لا. طالما انا هوضح او هعمل show الريزلت هستخدم so. تمام؟ طيب بص هنا السنتنس دي بتقول لي ايه؟ I went to the library. I needed a book. انا رحت اللايبراري عشان عايز ايه؟ بوك. صح؟ ينفع احط سو هنا؟ طب انا دلوقتي هنا جا ايه؟ الكوز، السبب، انا رايح لكده عشان خاطر عايز كذا. يبقى انا يا ميس هعمل جوين هنا بايه؟ بي بيكاز. على طول بقول بيكاز بيجي وراها الكوز، يعني بيكاز بيجي وراها السبب. وقبليها الريزلت. لكن يا ميس سو لا، سو عكسها. سو عكس مين؟ عكس بيكاز. سو بقى هيجي وراها مين؟ الريزلت. وهنا يا ميس الايه؟ الكوز. يبقى سو عكس مين؟ عكس بيكاز. تاني لو عايزه يا ميس اعمل جوين بتوين سيميلر سنتنس اي يوز ايه؟ اند. طب يا ميس ديفرنت سنتنس اي يوز بات. طب يا ميس تو شو ريزلت اي يوز سو. تو شو ايه يا ميس؟ ريزن، السبب، اي يوز بيكاز. وبعد ما انا اعمل ريد للسنتنس بتاعتي اعمل ايماجين كده، تخيل هل هي لايقه على بعضها ولا لا. الانجليش في حته سنس، احساس. ماشي؟